جماعة الإخوان جماعة الإرهابية دي مش هيسمعوا كلام، عشان هم ما بيفكروش، ماشيين على مبدأ الطاعة العمياء، سمعوا الطاعة فما فيش تفاهم معاهم. بقول لجماعة التكفيرية دول نهايتكم قربت، وكل يوم بتدقوا مسمار زيادة في النحش بتاعهم. لا مش هتخوف الشعب هينزل غصب عن عين اي حد، الشعب هينزل ومصر هتثبت انها مهما حصل لا يمكن هتخاف من شوية تفكيرات موجودة. انا افوض اي انسان عاوز يخش انتخابات الرئاسية، وانا بالنسبة لي طبعا كابن المؤسسة العسكرية يشرفني ان الفريق الاول السيسي يبقى هو رئيسكم.